للإنجازات اللي شاركت فيها الناس كامل. حبينا اليوم نديروا له ابتجاز كعرفان وكشكر وكتقدير. آمين. ونشكروا الرئيس سعد في افضل افضل انجاز. ونشكر الانصاري في قصتي في نقدموا بالتكريم للرئيس حسن حمار ومزيد من التهاني نقول ان شاء الله للفريق والاداره واللاعبين وديروا موسم استثنائي ما شاء الله وان شاء الله مزيد من التالق في المستقبل. شكرا شكرا. نشكر الرئيس حسن حمار والمدرب خالد مضوي على المجهودات اللي قاموا بها طيله الموسم، وهذه مبادره يعني باش نعبروا لهم باللي رانا مساندينهم وباللي رانا نشكروا فيهم يعني على المجهودات هذه اللي قاموا بها، ورانا فرحانين يعني باللقب الثالث اللي في الموسم الحالي يعني. وهذه التكريمات هذه تدل يعني على علاقه الرئيس بالانصار، يعني علاقه طيبه يعني، ورانا كلي عائله واحده يعني. نشكر الرئيس حسن حمار على المجهودات اللي قام بها في فريق وفاق سطيف هذا الموسم، بعد القيام بموسم استثنائي، والحمد لله على ثلاث القاب اللي تحصلنا عليها هذا العام، وان شاء الله المزيد من الالقاب ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. نشكر السيد حسن حمار لهذه اللمه الطيبه، ونشكر جميع الانصار، ونشكر الاداره ككل واللاعبين والانصار على هذه الحاجه اللي راهي دير فيها، وعلى الموسم الاستثنائي اللي داروا الفريق هذا العام. نبارك كل هذا التتويج على كل الانصار والفريق، ونشكر الاداره وكل المدرب خالد الدين المضوي وجميع اللاعبين على هذا الثلاثيه والموسم الاستثنائي، وان شاء الله مزيد من الالقاب والتتويجات في اقدم الايام. نقول لك حاجه، الانصار تاع الوفاق انصار من ذهب. السنه تشوف المجهودات اللي قاموا بها طيله موسم كامل، والحاجه الايجابيه اللي خلاتنا الانصار اللاعبين الطاقم الفني يكون علاقه وطيده كبيره، الوقفه تاعهم في المقابله تاع الرجاء البيضاوي، وين تشوف الجماعات هذو التواصل الاجتماعي هذو تاع الفيسبوك. وكل جابوا لي فوتو، جابوا لي فيديو اللي عندهم، تحس بلي كاين وعي كبير الفريق هذا، تحس بلي ما قعدش وحده، ما قعدش فريق وحده. نظن بلي الفريق هذا عنده قاعده جماهيريه صلبه صحيحه بزاف، فريق كيما هذا خلق للالقاب والتتويجات، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي مازال يدي الالقاب والتتويجات. كي تشوف قاعده جماهيريه كيما هذه ما تدفع الخير ان شاء الله. الواحد شوف يتمنى الواحد وما يتغرش، لكن ان شاء الله الهدف تاعنا ان شاء الله نديو الالقاب والتتويجات، وان شاء الله يا ربي لما لا نديو باش الفريق هذا اللي قلت لكم خلق للالقاب والتتويجات. ما عندناش الحق باش نحرموا مناصرين تاعنا من الالقاب والتتويجات، وحنا عايشين في فتره زاهيه كبيره، ان شاء الله نكملوا في هذا المسار ان شاء الله.